اللحمه المفرومه جاهزه، النار سخنت تمام. طب الف ب لحمه مفرومه تشويحها لازما وحتما ولابد فلفل اسود عشان ننزع اي ريحه من ريحه الزفاره، هتقول لي فيها زفر، اقول لك اي لحوم لو ما حطيناش فلفل اسود ده في التشويحه بتشم ريحه مش لطيفه. والله الريحه دي يعني في بعض الناس مش بيبقى اي مش تبقى حلوه، انا بس هقول ايه، بس هقول في بعض الناس تحبها اكيد لا طبعا يعني معروفه يعني. طيب سنه الزيت على زبده، هو انا بس ممكن اعمل حاجه حلوه، ممكن اخد الحله دي هناك، بس ممكن هاخدها معايا هناك كده ايوه عشان بس هنا زحمه شويه، فمعلش انا عارف ان انا خيركم معايا. سنه الزيت على سنه الزبده، المفروم ينزل على طول، بسم الله كده. عسل قلب على طول، تشويحه حلوه بس ده المتعصق بتاع ايه؟ دي بس اقمص. عايزين ايه؟ انا بحسب. طيب ايه اخبار؟ بص المبكبكه هنا بقى الصوص بتاعها عامل ازاي؟ تعالى كده وقول لي احنا رايحين على سكه حلوه ولا ايه الكلام؟ نجيب بقى عندنا هنا بقى ايه؟ كيس المكرونه السؤننه. بسم الله بسم الله، شكرا. على طول؟ اه طبعا. وراح مدي تقليبتين حلوين كده، وسيب الكلام ده كله وكمل تسويته برضه، انا مش مستعجل عليه دلوقتي. سيبه خالص كده، هات انت عشان ما تتكسرش، وسيب ده يكمل. ارجع للمفروم، الزبده والزيت، الفلفل الاسود تمام التمام لحد كده. اه هتعمل في ده ايه بقى يا شيف؟ والله هعمل له صوص طماطم منه فيه المسقعه، يبقى كله في نفس الحله. ازاي؟ يلا بينا. هنجيب عندنا صوص الطماطم وعصير او عصير الطماطم، يعني اعمله صوص. ازاي بقى؟ ابسط مما يكون. هنعمل ايه بقى؟ هقول لكم انا هعمل ايه على السريع. هجيب عندي كوبايه زي كده، حلو الكلام، وهجيب عندي كوبايه عصير طماطم بالشكل ده، ده المسقعه، وهجيب عليها كمان معلقه صوص الطماطم تسبيكه المسقعه، وهجيب عليها كمان من عندي، ركز معايا كده، ده للمسقعه برضو تاتش هريسه، وهجيب عندي سنه ملح وسنه مكعبات مرقه وسنه بهارات مشكله تاتش حبهان، كل الكلام ده كله تمام. معاهم كمان ايه؟ فص ثوم. واقلب كل الكلام ده كله كده 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 كده. شوف بقى كده بقى اللي جاي ايه. بص بقى ركز معايا، نيجي على هنا نقفل، اقول لك لا تعال. مرقه سخنه، واحد اتنين تلاتة أربعة. يا شيف والله صوص طماطم، بسم الله بسم الله، بالشكل ده كده، دي المسقعة منها حش ومنها هتحط على الوش، وأظبط تسويتي. شايف الصوص راح فين بقى؟ سيب الكلام ده كله يتسبك خمس دقايق، وبعد كده هنقفل الصوص بقى مع الطاجن. هعمل المسقعه في طاجن على السريع بالمره، معاك قد ايه وقت؟ امرني، قول لي عايزين تقول ايه. نعم؟ اربع دقايق ده كتير، ده حلوين. اقفل فيهم المسقعه ان شاء الله واطلعك في وسط، اوكي؟ روق مكاننا ونشوف هنعمل ايه. المسقعه دي قدامي فيها كريمه او قدامي فيها بشاميل، انا شايف ممكن ما احطهاش بشاميل لو حب، لو يعني ما حبيناش. حبينا انا عندي الحليب اهو، يلا بالمره. احب اقول ده واحب اقول ده برضه. وعندي كيس خلطه بشاميل سريعه. تاخد خمس دقايق على لبن دافي، بسم الله كده هنشوفها حالا. كده وانا واقف كله هيبقى قدام حضراتكم هنا بثانيه. ده البشاميل لو هحط على وش الطاجن بتاع الايه؟ المسقعه. مش عايزين يبقى نمشيها صوص طماطم زي ما احنا عملنا. تمام خلاص خلصت؟ اه طبعا خلصت. ايه اللي عرفك ان الصوص خلص؟ اقول لك لا، عيب بقى عيب يا باشا، الصوص خلصان اهو. شوف كده، شوف الصوص بشاميل من لبن الى ايه؟ كريمه، هو ده اللي بتكلم عليه. طب وبعدين يا شيخ؟ والله ولا قابلين، حط له حته جبنه حلوه كده في النص كده. شوف شايف حته الجبنه دي؟ وراح مسيحها في قلب البشاميل. افندم برجع تاني معلش سريعا تساعدني النار
اروح مسيح حاجتي، اخلي الجبنه البشاميل يبقى صوص جبنه. شوف 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 بعمل ايه. معايا يا فندم ولا لا؟ اهو تاني، شوف صوص الجبنه راح لفين، بشاميل راح لفين اهو. يلا باشا كده احنا تمام التمام. طيب والمفروم فين؟ اقول لك المفروم خلصان يا شيف، انا ما فيهوش حاجه اصلا، ادي المفروم خلصان تمام. وتعالى نجيب بقى ايه، قبل ما نجيب اي حاجه نروق الدنيا ونعمل الطاجن ده ونطلع الفاصل. اوكي يلا. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نجيب طاجن حلو للمسقعة يا فندم. طاجن حلو للمسقعة. مش الكلام. طيب نجيب الكحل ده عشان خاطر لما نحط صوص البشاميل يبقى لونه حلو معايا. هتقول لي ليه؟ اقول لك انا حاطط غامق في غامق مش هيبقى حلو. فاتح في فاتح مش هيبقى حلو. لان النهاية هتبقى فيه صوص ابيض على الوش. نلبس كلافز لطيف، صوصين عندي، صوص الجبنة او صوص البشاميل اللي عملناه بالجبنة وصوص المفروم اللي اتعمل. هجيب عندي بسم الله بتنجان المقلي، فلفل الاحمر، كوسه المقليه، بطاطس، طماطم وبصل فريش. ممكن بطاطس وبصل مش مشكله، بدل مش هحط صوص طماطم مش فارق لي. ولكن تعالى بقى نحط هنا ايه بقى، نجيب عندنا مغرفه حلوه ناخد فيها حبة صوص طماطم الأول كده، خدت بالك؟ معاها إيه بقى؟ أنا أحب أحط معاها زبدة يا شيف. والله هودوني للنهاية، ده لما يخش الفرن بقى الوضع بيختلف تماما الكلام ده كله. طب وبعدين هنجيب عندنا بسم الله الرحمن الرحيم شايف بطاطس، رص البطاطس الأول كأول رق بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ تمام. وبعدين هجيب عندي الفلفل وابدا على الاطرف كده. تمام. وهجيب عندي الحشو وابدا انزل كده. شايف حشو المنظر عامل ازاي؟ اوعى بابا، اروح عامل كده جوس ازاي؟ شايف هو ده الكلام. طب خد مني دي ومحدش يقول لحد عليها، بس عشان انا مش عايز كنتش هعملها الصراحه، بس هعملها. هاخد مغرفه صوص جبنه كده في النص، مش متشاف في النص كده، بص 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 بس كده. ده كده كده محدش شاف الايه المغرفه دي خالص. تمام. وهاجي اعمل ايه بقى؟ هروح جايب عندي الكوسه وجاي رصصها كده. شوف تمام لحد كده؟ كلام جميل. طب وبعدين اجي اروح قايل لك بقى الفينش الاخير. معلش معلش، شوف 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 شوف، واروح اخر حبه مفروم شوف، واروح عامل كده على وش الايه؟ الكوسه والبتنجان والعفوا والبطاطس. اجي هنا بروح اعمل ايه بقى؟ جايب عندي البتنجان بقى ومقفل بيه على الوش. منظر تمام تمام وبعدين ولا قبلين الفينش الحلو ده كله
ركز بقى معايا في اللي جاي. نروح عاملين ايه بقى؟ جايبين عندنا صوص الجبنه الحلو البشاميل. شوف المنظر، كامل واحد. شوف المنظر، وابدا بص الجبنه عامله ازاي مع البشاميل على وش الباذنجان. الموضوع فيه قلق بالهنا والشفا لحضراتكم، مش اكتر من كده. عايز احط جبنه تاني؟ مش عايز، انا تمام وزي الفل. وندي فرصه لطيفه للمخرج المحترم يطلع منه فاصل ثم نواصل. اتفضل. شايفين الملامح عامله ازاي؟ والله يا جماعه ما عملناش حاجه غير اللي حضراتكم شفتوه، يعني ما زودناش ولا ضفنا اي شيء غير اللي حضراتكم شفتوه بكل تفاصيله. حتى الجبنه ما حطيتش في الاخر، لان انا كده كده واخد جبنه، يعني حاطط جبنه في الصوص البشاميل، مش محتاجين افور بقى. ممكن لو حبينا اوكي. اللون انا شايف سيمبل قوي، الرصه مش محتاجه اي افتكاسه. بص اللي بيغلي جوه بقى، مش عايز ابوظ الشكل، ولكن تعال نبص بصه كده ايه اللي بيحصل هنا. ايه اتفضل بص المنظر جوه عامل ازاي. شايف ايه ده بقى؟ شايف الصوص عامل ازاي؟ شوف بالهنا والشفا لحضراتكم. انا بعتقد خلاص امورنا خلصت تمام التمام. نطلع على طول على المائده كده. بسم الله، بالهنا والشفا لحضراتكم. اتمنى يا رب يكون النهارده اليوم كان في اللطافه، حلقه تكون بسيطه كده. كان معانا النهارده طاجن مسقعه بالكوسه والخضار، وكمان معاه بتنجان، ومعمول بنوعين صوص، صوص لحم مفرومه في النص بعصير طماطم، وعلى وش صوص بشاميل بالجبنه. الطبق الثاني عملنا مبكبكه على الطريقه الليبية او اسمها او الاساس بتاعها الليبي، ومصرناها شويه وحطينا معاها كمان فراخ بدل اللحمه، وظبطناها كده وعملناها يا رب تعجب حضراتكم. وطاجن كبد وقوانص معمول ببصل كده على مزاج وبالهنا والشفا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم.